بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في ليله تالق الاسطوره ابو ابراهيم، كريم بنزيما بيسجل هاتريك جميل بيقود ريال مدريد للصعود للدور القادم من دوري ابطال اوروبا. بص يا عزيزي، انا كنت جاي اشجع باريس سان جيرمان لا مؤاخذه، لان انا راجل مش من جمهور ريال مدريد، بس بصراحه جه عليا وقت استكترت المكسب على لعيب باريس سان جيرمان، لان لعيب باريس سان جيرمان كميه الدلع والافوره المبالغ فيها في ان هما بيطلعوا بالكره من تحت ضغط، لدرجه ان هما بيطلعوا بالكره من تحت ضغط بالست ارضه بتاعتهم، حسيتني ان ايه الدلع ده يا حبيبي. يعني انت جايب جون في الشوط الاول عن طريق امبابي اللي بالنسبه لنا المتنفس الوحيد في الفرقه حرفيا، يعني فرقه فيها ميسي ونيمار وامبابي، وامبابي هو اللي شايل الفرقه فوق كتافه، وميسي ونيمار حرفيا بيدوروا يتمشوا جوه الملعب. يعني امبابي تعب كارفخال، امبابي تعب جدا، لعيب زي فيدريكو فالفيردي اللي كان بيغطي مع داني كارفاخال. ماركو اسانسيو ما كانش موجود النهارده لحد ما اتغير، بس امبابي عمل عليهم مباراه عظيمه جدا الناحيه دي. انما الناحيه الثانيه ميسي بيتمشى، نيمار بيتدلع، نص ملعبك اللي كان فيه فيراتي ودانييلو بيريرا ولعيب يعني كويس زي باريدس كانوا فارقين قوي. نص ملعب باريس سان جيرمان كان فارق قوي، بس واخدين ادوار دفاعيه لان هم سايبين ادوار هجوميه لميسي ونيمار ومبابي. بس القصه كلها تقعد تبص ان هل لعيب باريس سان جيرمان ضيعوا كتير على مرمى الحارس تيبو كورتوا؟ ما ضيعوش على مرمى كورتوا حاجه، بالعكس هم راحوا بهجمتين الشوط الاول جابوا مجوان، واحد اتحسب والتاني كان اوفسايد. طب يلا هنزق بقى لقدام؟ لا مش هنزق لقدام، احنا هنفضل ماسكين كره في نص الملعب. والاخ جواد بدا هيقول لك فين ريال مدريد؟ مش ده ريال مدريد اللي احنا كنا متوقعينه، وستوري بي ان يقول لك ريال مدريد ما جاش وريال مدريد ما. طب هو جاي ريال مدريد حط عليك ثلاثه عطاق على عينك في شوط واحد بس، وان شوط واحد بس. فينيسيوس طلع من جيب اشرف حكيمي وكريم بنزيما هاتريك، ويلا يا جماعة اللي عنده معزة يربطها ويرجع بيها على حديقة الأمراء. اللي عنده معزة يربطها، واللي عنده مبابي يمشي يروح ريال مدريد يربطه بقى. ما هي أصلها مش بالتكويس هي، ولا أصلها بإن احنا ريال مدريد ما جاش وإحنا هنعمل أهو جه. عملت إيه بقى عزيزي؟ ولا عملت أي حاجة. جه نزل عمل عليك رومونتادا الشوط الثاني، خلاك الشوط الثاني تلبس الاول وتلبس الثاني وتلبس الثالث، وما يبقاش ليك ولا رد فعل واحد جوه المباراه. ما فيش رد فعل حرفيا كان موجود لفريق باريس سان جيرمان. حتى التغييرات كانت عاديه ونمطيه جدا. ادريس اجانجيه بتلاقي ان هو بيطلع دانييلو بيريرا وبيطلع باريدس، باريدس كان اول تغيير طلعه ونزل مكانه، هو نزل انخل دي ماريا في الدقيقه 80 بعد ما خربت خالص. ادريس اجانجيه ما كان باريدس، ودراكستر في الدقيقه 88 ما كان اشرف حكيمي. دي التغييره اللي هو كان مفترض يعني ان هو بيغامر فيها. الناحيه الثانيه ريال مدريد عمل تغيير بالنسبه لي كان نقطه فرق في المباراه، وهو ادوارد كامافينجا نزل لعب ديفندر مكان توني كروس. وادوارد كامافينجا لما نزل فرق جدا 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 مع ريال مدريد في نص الملعب، في حين الناحيه الثانيه لما لقينا ان باريدس اتغير هو وبريرا، لان نص ملعب بتاع باريس سان جيرمان التوازن بتاعه ضاع خالص، ولقينا فرقه باريس مش موجوده جوه الملعب. فيراتي ما قدرش لوحده ان هو يقف قدام كامافينجا وقدام لوكا مودريتش. مودريتش اللي في لقطه الهدف الثاني بالنسبه لي مودريتش عمل حاجه اعجازيه بالنسبه لسن مودريتش. مودريتش نزل خد الكرة من تحت، قطع، خد سبرنت، جاب وراه نيمار وجاب وراه باريدس وحطها ثرو، حطها ثرو جميله جدا جدا ل فينيسيوس اللي طلع من جيب اشرف حكيمي زي ما اتفقنا. وبرده مودريتش حطها حلوه قوي لكريم بنزيما علشان بنزيما سجل الهدف الثاني. والهدف الثالث على طول باريس سان جيرمان راح يسنتر، خد الكوره سجله الثالث. يلا يا باشا، الناس بتاع بي ان سبورت والناس اللي عماله تهبد هناك دي، حد يقول لها ان ريال مدريد جه شوط واحد بس في المباراتين؟ شوط واحد بس ريال مدريد جه فيه في المباراتين. اعرفك ان الكوره مش اموال، ولا الكوره موضوع انك تروح تلم النجوم كلها وهتاخد بهم دوري ابطال عافيه. البس البس عم ناصر يا خليفي. وهرجع تاني اقول لك عم ناصر، الفرقه كبيره قوي على بوتشيتينو، كبيره قوي 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 على بوتشيتينو. الدلع اللي كان فيه لعيبه باريس سان جيرمان الشوط الثاني وهم كسبانين 1-0 كبير قوي على بوتشيتينو. دي لعيبه حاسه بنفسها قوي، واللعيب اللي حاسس بنفسه قوي محتاج مدير فني قوي، ومش بوتشيتينو هو اللي هيخلي الفرقه دي تروح لبعيد في دوري ابطال، مش بوتشيتينو خالص. اتكلمنا احنا على بوتشيتينو ان هو مش مسيطر وان هو بياخد دوري وهياخد دوري في فرنسا، لان مفيش غير باريس سان جيرمان اللي قوي في فرنسا. انما بوتشيتينو مفيش افكار فنيه ولا في اي حاجه موجوده داخل باريس سان جيرمان، هي كلها موضوع
ان في ظاهره اسمها كيليان امبابي. كيليان امبابي لما بيكون مش معاه كوره بتحس ان باريس سان جيرمان بيعاني معاناه غير طبيعيه، رغم ان في ميسي، رغم ان في نيمار، بس الفرقه بتعاني. ليه؟ لان احنا كنا بنتكلم ان دي اسوأ نسخه ليونيل ميسي من ساعه ما لعب كوره، والكلام ده شتمنا عليه وفي ناس شتمتنا عليه، مع ان انا لسه مصمم ان نسخه باريس سان جيرمان اسوأ نسخه ليونيل ميسي في عالم كره القدم. الا في لحظات هو ونيمار لما بيعملوا وان تو هات مع بعض بتحس ان ميسي بدا ترجع له روح تاني ان هو يلعب كره قدم، غير كده بلاقيش ان ميسي بيلعب كره قدم. بس هرجع اقول لك تاني، لعيبه ريال مدريد استحقوا عن جداره ان هم يوصلوا للدور القادم، استحقوا عن جداره ان هم يطلعوا كسبانين باريس سان جيرمان 3-1. الف الف مليون مبروك لجمهور ريال مدريد، الف مليون مبروك لكريم بنزيما اللي بيثبت كل يوم عن يوم ان هو واحد من اساطير النادي. مهما خد سف ومهما خد تريقه، اعتقد ان الجيل اللي كان بيسف على كريم بنزيما عارف قيمه كريم بنزيما الحقيقه جوه الملعب. لو عجبك الفيديو بقى فتعال اعمل لايك وسبسكرايب. ما عجبكش الفيديو فتذكر ان انا مش مشجع لريال مدريد ومش جاي اطبل لريال مدريد، لكني جه عليا وقت اتمنيت ان ريال مدريد يكسب، لان فرقه باريس سان جيرمان اللي اتفرجت عليها دي لا تستحق انها تطلع كسبانه.